مينو هاد؟ افتحي الباب. يو مينو انت وشو بدك؟ بدنا محسن موجودا. شو بدكم من محسن لك ابني؟ هلا بلا كتر حكي وافتحي الباب، اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونهد البيت فوق روسكم، ويكون بعلمك البيت محاصر من اربع جهاته وما في مفر. محسن ماله هون يا ابني؟ نحن متاكدين من وجوده بالبيت، واذا ما سلم حاله رح نهد البيت فوق روسكم. ها يو ليش شو عامل محسن؟ بعدين بتعرفي شو عامل. بس ماله هون لك ابني؟ والله ماله هون. اذا كنتي صادقه بكلامك افتحي لنا الباب وخلينا نفوت نتاكد. بس يا ابني ما بيجوز تفوتوا على الحريم، انا لحالي. لك هلا رح نخلع الباب ونفوت بالقوة. ما بصير الحكي، شو هاد؟ اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونفوت بالقوة يا حرمه. طيب لحظه لاخذكم طريق، لحظه. الله يهديك يا رب، الله يهديك يا رب. لك شو صار معك يا حزيه؟ عباس الفرنساوي حاول بين محسن على الطخ بيناتهم. الله اكبر الله اكبر يا مو، شو بدهم الفرنساوي من محسن؟ وشاي يا مو، هي اكيد وشاي. قل والله سلام عليكم. خليك هون حمزه، انت بدير بالك على امك. انت دير بالك على حالك يا مو. جايين ياخذوا محسن من بيته للدار، بس شباب الحاره شركوا نصهم ونصهم الثاني هرب، ونحن بدنا نكمل عليهم اذا الله راد. يا مو انا جاي معك اخي، جاي معك. جيب السلاح بطريقك حمزه. لا يا عباس، اخوك صغير على قدك دخيلك. لا يا مو لا، حمزه صار بضاي ورجال، مي حلوه يضل قاعد بالبيت ورجال برا بالحاره عم تتقاتل. قول الله قول الله. دعينا يا مو دعينا. الله معكم، الله يحميكم، الله ينصركم على عداكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تحمي. Thank you.
على ابوك بعد عمري، سلم على ابوك عمري. معك يا خيي. مين ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. شكر الله وشكرا. على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
ليش ما نمت لهلا تقبرنا؟ ليش انا قدران نام يا عمو؟ قدران نام؟ اخي وشقيقي نادل قدام عيوني يا عمو، كيف بدي نام؟ هي إرادة رب العالمين، هيك حكمته وهيك رأت، والله بعدي اسمه. إذا حب عبده ابتلايا روح أمك، والصابر على مصابه أجره عظيم عند ربه. وين رحت وتركتني يا أخي؟ وين رحت وتركتني يا أخي؟ يا ريت أنا ولا أنت يا أخي. يا ريت أنا ولا أنت يا عباس. لا يا حمزة، لا عم تبكي؟ لا يا ابني لا، أنت هلأ رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. أصحك يا ابني تبكي، لازم بتكون قوي، سمعان؟ صحيح أخوك زعل على أبوك لما مات، زعل ما بتحمله جبال ولا بتلمه بحور، بس كان قدام الناس صلب وقاسي وما نزلت له دمعة. عباس شقيقي يا أبو، إذا ما بكيت على أخي على مين بدي أبكي؟ على مين بدي ابكي؟ خلي زعلك بقلبك يا روح امك، الزعل بالقلب تشكو القاسي. وحياة رحمة الغوالي يا عمو، وحياة رحمة الغوالي، لرد الطاء عشرة، ولاجعل ليل الفرنساوي نهار ونهار ليل. لا يا امي لا، هلا مو وقت هذا الحكي، نحن في عنا عزا وفي ناس عم تفوت لعنا وتطلع من عنا، بعدين انا ما صفي لي غيرك بهالدنيا يا ضو عيون مشان تنور لي ايامي الباقي. يا ريحة الغالي انت الثاني، ابوك بعدين اخوك، يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد. الا وجعني يا ابني، عبوا العسل بالجرة طعموها للحلوة، أم خدود مضواية قبل ما يجوا النحلة يسرقوا منه عسلة. هي يلا هي يلا حطوا العسل بالجرة. يعني معقول أبو على البنت لهلأ ما دري بمقتل عباس؟ يا عبي شو معي لك، إذا كان مو مشان خاطر ابني مشان يجي ياخذ بنته، كل شغلة بتحط العقل بالكف. بالعافية يا مو. أهلين يا مو، طمني شو صار معك؟ برمت على كل معارف أخي يا مو، على كل معارف أخي، بعمرهم بحياتهم مو شايفين أخي عباس عم يتعاطى مع تاجر حلبي أو بيعرفوا شي عن حلبي، ما بعرف. سلام قولا من رب الرحيم. فتر راسي يا مو، فتر راسي من الصبح من قرنه لقرنه، ولا تتعبي. طيب والعمل لك امي والعمى؟ والتاني ابوها شلون بيرمي بنته هيك رميه؟ علي الحلال ما عم بفهم، شغله بتحط العقل بالكف. والله انا كنت هلا عم بسال حالي نفس السؤال، بس على قولت المثل لك امي قال الغايب عذره معه. انا عذر يا مو، انا عذر وبطيخ بسمر، واحد بنته من لحمه ودمه بيرميها هيك وبيمشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوش أخي الله يرحمه
وصاني وصل البنت لأبوها يا عمو. هو وصاني وما قال لك شو اسمه؟ ما لحق يا عمو. قبل ما يقول سلمها يقولي على طول قولي على يرد عليك يا ابني. أنا هتحالي وحرق قلبي قبل ما يقول سلمة يعني. الله يرحم تربي.